النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتكلم على موضوع مش بس هيهم الموظفين، ده يهم المجتمع كله كله بلا استثناء، موظف وغير موظف. عشان كده أنا عايز حضراتكم تنتبهوا معايا تماما، وإن شاء الله أقدر أوصل لكم الموضوع ببساطة شديدة، لأن الموضوع مهم. وزي ما قلت قبل كده، ياما في الحبس مظاليم، ياما في الحبس ايه مظاليم. طيب الموضوع ده يتعلق بحاجة بنسميها في القانون حق الدفاع. يعني ايه حق الدفاع؟ يعني انت من حقك ان انت تدافع عن نفسك، ده حق ادهولك الدستور وادهولك القانون. محدش يقدر يقول لك انت ليه بتدافع عن نفسك، يعني لو اي حاجة حصلت معاك، لا يا سيدي انت من حقك تدافع عن نفسك بكل الطرق القانونية. واحنا النهاردة هنتكلم في هذا الفيديو عن طريقة مهمة جدا 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 في الدفاع عن النفس بطريقة قانونية. ممكن يحصل، ممكن، يعني احنا بنقول ممكن يحصل، سواء كان يعني الدنيا دي مليانة، يعني اهو فيها ناس كده وناس كده. احنا مش ملايكة، لا احنا كلنا ملايكة ولا احنا كلنا شياطين، احنا بشر، فينا الكويس وفينا اللي مش كويس. طيب انت سيادتك قاعد كده وبصيت، لقيت شرطة راحت جاية وقبضوا على حد في عيلتك. طبعا انت الطبيعي ان انت تعمل ايه؟ هتروح وراه، هتروح وراه ان كان المركز ولا البندر. طب انت هتروح وراه تعمل ايه؟ انت هتروح تقعد قدام باب المركز او قدام باب البندر ولا هتعمل اي حاجة؟ انت قاعد بس عمال ايه تلطم، هتعمل ايه قصه يعني؟ او قاعد وخلاص لغاية لما الفرج ياجي. لكن الحقيقة القاعدة بتاعتك دي ما منهاش اي فايدة، بالعكس ده انت ممكن تستغل القاعدة دي في انك تمارس حقك في الدفاع عن نفسك، او بالتحديد عن قريبك ان كان اخوك او ابنك او يعني ايا كانت صلة قرابته بيك اللي هو ممسوك جوه. ايه هتعمل؟ هتطلع على اقرب مكتب تلغراف، اقرب مكتب تلغراف، وهتبعت تلغراف. ركز معايا في الكلام ده، وإياك تغير عن الكلام اللي بقوله لك، يعني تروح لحد تاني يقول لك لا نعمل كذا، ما فيش داعي للفلسفة. اللي أنا بقوله لك ده، دي خبرة 28 سنة في عالم القانون، 28 سنة. هتروح على مكتب تلغراف، تبعت تلغراف من كلمتين: معالي المستشار الفاضل النائب العام، اليوم في تمام الساعة كذا حضرت قوة من الشرطة وقبضت دون وجه حق على أخي أو ابني فلان الفلاني من منزلنا الكائن، وتكتب عنوان بيتكم. هيدولك ايصال في مكتب التلغراف. تعمل ايه بالايصال ده؟ تاني يوم تروح مكتب التلغراف، تطلع صورة رسمية طبق الاصل من التلغراف ده. طيب ليه الصورة الرسمية طبق الاصل من التلغراف ده؟ هتلاقي فيها التوقيت اللي انت ارسلت فيه التلغراف. يعني فلنفرض جدلا ان سيادتك ارسلت التلغراف الساعة 11 الصبح
11:05 او 11:03 يوم 1/1 سنة 2020 مثلا، يعني مثلا يعني، يبقى انت ارسلته الساعة 11 الصبح وخمس دقائق، 11:05 يوم 1/1/2020، يبقى التلغراف كده الصورة الرسمية دي هتطلع لك لا تشتمل فقط على اليوم والشهر والسنة، ولكن أيضا على التوقيت الساعة 11:05 صباح بالساعة وبالدقيقة. طيب هنعمل ايه بالصورة دي؟ اقول هتخليها معاك سيادتك، خليها معاك وما تقدمهاش في اي جهة، اوعى حد يقول لك تقدمها في هنا ولا هنا، اللي بقوله لك تمشي عليه بالظبط. الصورة دي هتتقدم في المحكمة وبس، في المحكمة وبس، في المحكمة وبس، واديني كررتها 3 مرات دي، تخليها معاك. طيب هنفرض انه قريبك اتعمل له محضر، اتقال مثلا في المحضر انه ورد الينا معلومات من احد مصادرنا السرية الموثوق فيها بأن فلان الفلاني اللي هو قريبك يعني ابنك أو أخوك يتاجر في المواد المخدرة، أو يحوز ويحرز أسلحة نارية وزخائر، تمام. طب إيه المحضر ده؟ ده اسمه محضر تحريات. طب اللي عمل محضر التحريات ده هو عملوا ليه؟ عملوا علشان يبعتوا للنيابة وياخد إذن بالتفتيش. طبعا هو عمل المحضر ده وممكن يكون قريبك قاعد قدامه، بس خلي بالك انه المحضر ده محضر التحريات هو كمان بيبقى بيحمل تاريخ اليوم والشهر والسنة وكمان الساعة. فلو افترضنا انه انت عامل التلغراف بتاعك في نفس اليوم الساعة 11 صباح، الساعة 11 صباح، ومحضر التحريات ده اتعمل في نفس اليوم الساعة 1 الظهر، يبقى تلغراف سيادتك قبل محضر التحريات بساعتين. حلو لغاية هنا؟ حلو. بعد محضر التحريات ايه هيحصل؟ هيجي اذن النيابة، هيجي اذن النيابة. اذن النيابة كمان هو برضو لابد انه يبقى عليه اليوم والشهر والسنة والساعة، التوقيت برضو الساعة والدقيقة. يعني لو هو عمل محضر تحرياته الساعة 1 وبعته للنيابة والنيابة راح ترد عليه بإذن التفتيش مثلا الساعة 2:05، يبقى كده ايه؟ انت التلغراف اللي انت عملته بيسبق في التوقيت بتاعه محضر التحريات واذن النيابة. معايا خلينا كلنا مع الله احسن. طب بعد اذن النيابة ايه اللي بيحصل؟ بيجي الضابط يكتب حاجة اسمها محضر ضبط، بيتكتب فيه كده صيغة نفاذا لإذن النيابة الصادر لنا بتاريخ مش عارف ايه، فقد قمنا على رأس وبرفقتنا قوة من رجال الشرطة السريين والنظاميين واتوجهنا مش عارف ايه، صيغة معروفة، وبمقابلة مش عارف بتفتيش المنزل او بتفتيش شخص وعصرنا معه على كلام ده كله، وقمنا باصطحابه والعودة به الى ديوان القسم او ديوان المركز.
يبقى محضر الضبط برضو زي وزي محضر التحريات وزي اذن النيابه، لازم بيبقى عليه يوم وشهر وسنه وساعه توقيت. يبقى لو انت عامل تلغرافك الساعه 11 الصبح وهو الضابط عمل محضره الساعه 1 الظهر، جاله اذن النيابه الساعه 2 الظهر، بعد كده عمل محضر الضبط بتاعه الساعة 3، يبقى لما نشوف التسلسل الزمني بتاعهم هنلاقي تلغرافك 11 محضر 11 صباحا، محضر التحريات 1 الظهر، الاذن بتاع النيابة 2، محضر الضبط الساعة مثلا 3. يبقى كده انت تلغرافك هو الاسبق في من حيث التوقيت، من حيث التوقيت. طيب واحد يقول لي انا هستفيد ايه من الكلام ده؟ اقول لك لا هتستفيد، ده انت القضيه كلها ممكن تطلع براءه بالتلغراف ده، القضيه كلها ممكن تطلع براءه بالتلغراف ده. ازاي؟ هقول لك ازاي. لان المفروض انه الضابط لما نزل وعمل محضر الضبط بتاعه اللي هو مثلا الساعة 3، مفروض ان هو قبض على المتهم الساعة كام؟ الساعة 3. يعني ما قبل الساعة 3 كان المتهم حر طليق، قاعد عايش حياته في البيت في الشارع في القهوة. ليه؟ يعني اتمسك الساعة 3، تمام؟ في حين ان انت التلغراف بتاعك بيقول انه اتمسك الساعة كام؟ الساعة 11. الساعة 11 يعني ما اتمسكش الساعة 3. يبقى معنى الكلام ده ان كل القصة اللي اتعملت دي بالبلدي، انا مش عايز ادخلك في مصطلحات قانونية عشان يعني الفيديوهات دي انا بعملها ثقافة قانونية عامة لغير المشتغلين بالقانون. اللي انت عملته ده بالبلدي كده وبالعامي، انت بوظت القصة كلها، طلعت ان كل اللي حصل ده كان يعني غير حقيقي، وان اخوك او ابنك او مش عارف ايه لا ده ممسوك الساعة 11 ما تمسكش الساعة 3. يبقى انت كده هدمت الموضوع من اوله لاخر، وسهلت المأمورية على المحامي بتاعك في انه يحصل لجريبك اما على البراءة، ودي غالبا هتبقى البراءة، او على اقل تقدير ان المحكمة هتشك في الاجراءات، وهتبقى لان المحكمة عندما تداخل معاها الشك يعني خلاص، فيبتدي براءة يا إما حكم مخفف خالص. يبقى أنت كده خدمت جريبك خدمة عمره، إنما أنت هتروح تقعد تنام تحت المركز أو تحت البندر من بره، وتقعد تولول وتلطم وهتولنا مش عارف مين، والنبي يا فلان خش ما ولا كلمه مش عارف، لا 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 لا، كل الكلام ده ولا هيودي ولا هيجيب معاك. اعمله بس بعد ما تعمل التلغراف اللي بقول لك عليه. فهمنا؟ ان شاء الله باذن الله انا مستني ارائكم في الفيديوهات اللي بقدمها، اذا كانت مفيده بالنسبه لكم ان شاء الله نستمر فيها. وقانون الجنائي ده اخوانا ده محيط يعني لا اول ليه ولا اخر، واي حد فينا معرض لانه يرتكب بحسن نية او كده، او خناقة هنا او خناقة هنا او احتكاك هنا او احتكاك هنا، يترتب عليه جريمة. فعلشان كده لازم يبقى عندنا ثقافة قانونية بالقانون الجنائي، وده اللي انا بهدف اليه. انا لما عملت الفيديو اللي فات في ناس
قالوا لي يعني انت، طب احنا عايزين نوصل لك، وعايزين يعني معانا حاجات عايزين نستشيرك فيها، وما ينفعش نستشيرك كده على النت وبتاع. طيب انا يا جماعة مكتبي عنوانه الأقصر، شارع السوق السياحي المتفرع من شارع المحطة من ناحية ميدان سيدي أبو الحجاج. أقوله تاني، الأقصر، شارع السوق السياحي المتفرع من شارع المحطة ناحية ميدان سيدي أبو الحجاج. طيب سيادتك عايز تتصل بي، رقم الموبايل 010-98-24-98-19. أقول تاني 010-98-24-98-19. سيادتك عايز اي استفسار عينيا ليك، بس انا يا جماعة ما بشتغلش الا قانون جنائي، يعني مش هقدر افيد اي حد. لو حب يستفسر مني على حاجة تخص القانون المدني او الاداري او اي قانون اخر، انا شغلي ودراستي وخبرتي والدراسات العليا اللي عملها وكل حاجة في القانون الجنائي، وإن شاء الله بإذن الله كده ربنا ما يجيب أي حاجة وحشة لا لينا ولا ليكم ولا لأي حد.